والقمر يامس بيحتوي على وظيفة خاصة فيه، تمام؟ نيجي على رقم 4، شريط رقم 4 يامس، شايفينه؟ اللي هو نجمة هاي الصفرة اللي عليها سهم أخضر، وهو الشريط المفضل، هو الفيفورت سبار، تمام؟ هو مكان نحتفظ فيه بعناوين المواقع التي نفضل زيارتها باستمرار حتى يسهل الوصول إليها. إذن أنا هون عند هاي النجمة، أنا مثلا بدخل على الفيسبوك كتير، بدخل على الواتساب أبليكيشن على الكمبيوتر كتير، بدخل على مثلا انستا كتير، تمام؟ أنا بدل ما أضلني كل مرة أفتح المستكشف أكتب مثلا facebook.com instagram.com، تمام؟ بدي بحفظ هذا الإشي، بعد بدخل على النجمة وبختار الإشي اللي أنا بدي إياه، تمام؟ إذا شريط المفضل هو المكان نحفظ فيه عناوين المواقع المفضل زيارتها باستمرار حتى يسهل الوصول إليها، تمام؟ هلا رقم 5 يا مس، إذا بنلاحظ هون فين هذا الجزء هون 5، في عندي أنا شريط الأوامر، تمام؟ هاد مجموعة من الأوامر الأكثر استخدام، كل أمر بيأدي مجموعة يعني وظيفة معينة، تمام؟ هلا بصفحة 72 هدول مطلوبين منا، تمام؟ هلا أول أمر عندنا هذا الهوم، تمام؟ عرض الصفحة الرئيسية بيحتوي خيارات الإضافة أو تغيير أو حذف الصفحة الرئيسية، تمام؟ هلا نيجي على هذا الأمر، هذا زي البريد، شكله زي البريد، تمام؟ أو زي مغلف الرسالة، تمام؟ بدأ برنامج البريد الإلكتروني الافتراضي الخاص بك. هلا نيجي على شكل البرينتر، اوكي، طباعه الصفحه الحاليه او معاينه قبل الطباعه او اعدادات الصفحه، تمام؟ هلا انا عندي هاي بيج او صفحه بالعربي، اوكي، يعني عرض قائمه تحتوي الاوامر الاكثر استخداما، تمام؟ هلا في عندي امر سيفتي، اوكي، شايفين هو بصفحه سيفتي بالانجليزي، بالعربي امان، اوكي، عرض قائمه تحتوي خيارات السلامه والامان. بعدين في عندي تولز اللي هي أدوات، عرض لائحة تحتوي على أدوات شائعة الاستخدام، وعلامة الاستفهام هي عرض قائمة المساعدة، تمام؟ إذا هدول السبع مطالبين، البيج يعني صفحة، سيفتي يعني أمان، تولز يعني أدوات، أوكي؟ أنت مطالب يامس بحفظ هذا الجدول كمان، تمام؟ بنحكي يامس آخر إشي عن رقم 6 اللي هو عندنا صفحة الويب، الويب بيج هو هذا المكان، وهي الصفحة التي تراها في موقع معين حيث يمكنك التعامل معها من خلال جهاز الحاسوب. أنا بشوف هاي الصفحة وبتعامل معها، بأخذ منها معلومات، ببحث عن إشي، أنا بأخذه من عن طريق صفحة الويب، تمام؟ لا آخر إشي يا مس، حكينا هي عن المكونات، حكينا أول شيء شريط العنوان، وهو شريط بتضمن عناصر التحكم في النافذة من تصغير وتكبير وإغلاق، وأشرنا عليه برقم 1. شريط صندوق العنوان بتضمن 1 عنوان موقع الإنترنت الذي يظهر في شاشة المستكشف، صف التبويبات لفتح مواقع إنترنت متعددة، حكينا إشارة الصفحة وعليها نجمة يعني جديد، والإكس بسكر الصفحة اللي أنا فتحتها، اللي هي جيم مجموعة من الأدوات التي تؤدي كل منها وظيفة معينة، وحكينا عن هدول الأدوات، تمام؟ هلأ ثالث شريط هو شريط اللوائح، بيحتوي على مجموعة من اللوائح، وكل لائحة تحتوي على مجموعة من الأوامر. 4 شريط المفضل، مكان نحفظ فيه عناوين المواقع التي نفضل زيارتها باستمرار حتى يسهل الوصول إليها. شريط الأوامر 5، يحتوي على أوامر الأكثر استخدام ويؤدي كل أمر وظيفة معينة، وحكيناهم يامس اللي هم أدوات أمان صفحة البرينت والبريد والهوم وعلامة الاستفهام اللي هي المساعدة الهيلب، وآخر إشي عندنا صفحة الويب، وهي الصفحة التي تراها في موقع معين حيث يمكنك التعامل معها من خلال جهاز الحاسوب. آخر إشي أنا كيف بنهي العمل في برنامج متصفح الإنترنت يامس؟ عن طريق شريط العنوان، بروح على زر الإغلاق الموجود عندي، تمام؟ إذا يامس إنه كيف إحنا ننهي العمل؟ عن طريق زر الإغلاق الموجود بشريط العنوان إكس، أو عن طريق الفايل كلوز، تمام؟ أنا في عندي طريقتين، يا عن طريق زر الإغلاق الموجود بشريط العنوان، أو بروح على قائمة فايل شو بختار كلوز. كيف إحنا بنفتح الإنترنت إكسبلورر؟ تمام؟ باجي هون على ستارت، بفتح الإنترنت إكسبلورر، بدك تفتح كروم، بدك تفتح الفايرفوكس، هاد يامس إشي بيرجع لك، أوكي؟ مثلا أنا بدي أفتح الإنترنت إكسبلورر، تمام؟ الانترنت اكسبلورر، تمام؟ يكون موجود على الديسكتوب ايكونز، تقدر تروح على الديسكتوب تفتحهم، اوكي؟ يعني انت تفتح المستكشف اللي بدك اياه يعني.